عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، مرحبا بكم. اليوم معنا في شهيوة أخرى من وصفات شهيوات مريم نور. اليوم غادي نقدم لكم واحد الشهيوة كتجي غزالة ورائعة، كتعجب كلشي. غادي نقدم لكم البراونيز. كيكة البراونيز تجي غزالة ورطبة ومذاق لا يقاوم. غادي نحتاجو 200 غرام ديال الشوكولا السوداء، خاص تكون فيها تقريبا نسبة الكاكاو من 72 فوق. غنحتاج الكاس ديال السكر سنيدة، كاسونس ديال الدقيق، 3 ديال البيضات، 100 غرام ديال الزبدة، 100 غرام هنا دايره ما بين قرقع ولوز، اختياري اللي بغى يديرها الوسط الكاك يديرها، اللي ما بغاش هو حر. هنا انا غادي نزين بالطريفه ديال القرقع والشوفان والشوكولاته بيضاء وسوداء مقطعه وطريفه ديال اللوز، حتى هي اختياريين. غنحتاج 3 صاشيات ديال الكاكاو وجوج صاشيات ديال الفاني. نبداو على بركه الله. دابا غادي ندوز نقطع الشوكولا باش ندوبها مع الزبده، غادي نرجع لكم. قطعوا الشوكولاته ديالنا طريفات صغار باش ندوبوها في الماري. الشوكولاته متوفره عندي، لقيت فيها طريفات ديال الدوز، اللي غندير تقريبا 250 غرام منها. هاد الوصفه تجي غزاله وكتعجب الوليدات الصغار وتعجبنا حتى الكبار. نجربوها ونفرحوا ولادنا وعائلتنا. نديرو الشوكولاته ديالنا في اناء اللي غادي نذوبوه. هي دي الشوكولاته ديالنا، غنضيفو عليها 100 غرام ديال الزبده ونديرو هاد الذوب في بماري ونرجعو معكم نكملو الوصفه. من بعد ما ذوبنا الشوكولاته ديالنا مع الزبده كما كتشوفو، غادي نخليو دابا جانبا يبرد وغادي نخدمو البيض والسكر باش نكملو الوصفه. نضيفو كاس ديال السكر، غادي نضيفو كيسين من الفاني، اللي عندو فاني سائلة من الأحسن يديرها، أنا متوفراش عندي، ونضربوه جيدا، تيتبدل اللون ديالو. تمتزج العناصر، ودابا غادي يكون الشوكولا ديالنا برد باش ميخسرناش البيض ديالنا. غادي نضيف الشوكولا شوية بشوية، مع التحريك كما كتشوفو كيجي خليط رائع. نتوما كيما كتشوفو كيجي خيط واحد، غادي
الخوف قلنا خليط ديالنا جيدا. دابا غادي نضيف داك كاسونس ديال الدقيق مع ثلاثه الساشيات ديال الكاكاو غربلتهم باش ما يجوش دوك الكويرات في العجين. نبدا نضيف شويه بشويه. نضيف نصف الخليط. غادي نضيف ديك 100 غرام اللي عندي ديال الكركاع واللوز مقطعين. دابا غادي نزيد الكميه المتبقيه ديال الدقيق هكا ونخلطو جيدا كما كتشوفوا. هو كيجي ثقيل شويه على الكيك. نخلطو مزيان نتوما. وبشويه من بعد دابا ما خلطتو مزيان غادي نديرو في اناء اللي غادي نطيب فيه. هنا الاناء ديالي غلفتو بورق المطبخ غادي نسوس الفويه ديال العجين. ونبدا دابا نوزع العجين ديالي على القالب. نتمنى الاخوان تشربوا هاد الوصفه كتجي رائعه وغزاله وسهله في نفس الوقت ما كتاخذش شي وجه شي جهد كبير. كنجمعوا كاع هاد الخليط في الجوانب ديال الإناء. ودابا غنوزعو مزيان. ياخد الشكل ديال الإناء اللي حطيتو فيه. كيجي رائع. من بعد ما سرحنا مزيان عندي هنا وكيقلت لكم الكركاع الشوفان قطع ديال الشوكولاتة السوداء والبيضاء وشوية اللوز. كل واحد يزين على حسب الرغبة. اللي بغى يخليه هكا كيخليه هكا يعني ماشي مفروض. نحاول نقد قطع واحدة في بلاصة
دابا البراونيز ديالي في الفرن تقريبا مدة الطهي من بين 20 حتى 25 دقيقة، ونرجع معكم في التقديم النهائي. أعزائي، البراونيز ديالنا بعد ما وجد تيجي غزال ورائع ومعلق، مذاق لا يقاوم، معزز بنكهة الكاكاو، يعني يستحق التجربة. إذا جربوه ورجعوا لي الأخبار. أعزائي، وكما العادة من عجبتكم الوصفة ديالنا ما تنسوناش من جيم وأبوني وتفعيل الجرس، وخليوا لنا شي تعليق محفز باش نبقاو نبحثوا لكم على الجديد ونعطوكم وصفات ناجحة ورائعة. أعزائي، إلى اللقاء مع وصفة أخرى من وصفات شهيوات مريم نور. إلى اللقاء.